عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم باشمهندس كريم باقلي، بيزنس انتليجنس أناليست، ماستر أوف إنجينيرينج أي أند داتا ساينس فروم يونيفرستي أوف أوتوا كندا. بإذن الله تعالى في الفيديو ده هنتكلم عن إزاي نعمل انستول للبرولوج على الجهاز بتاعنا، وهناخد مثال حي زي ما نرجع على برولوج بحاجة بسيطة. وبإذن الله في الفيديوهات الجاية استنونا، هننزل فيديوهات أكتر عن البرولوج وإزاي أقدر أستخدمه كسيموليشن ليا بيحاكي الديكلاريتيف لانجويج. بسم الله. أول حاجة عشان أعمل انستول، فأنا محتاج إن أنا أدخل على الموقع بتاعهم، هكتب كده swi برولوج داونلود. بس الأول خلينا ندخل swi برولوج داونلود على جوجل، بحيث ده اللي هيظهر معاك في الأول، هيظهر معاك في السيرش بالمنظر ده. بعد كده هدوس على أول لينك، بعد كده هدوس يا شباب على داونلود swi برولوج، بعد كده اختار الستيبل ريليز وهعمل داونلود. لو انت الجهاز بتاعك 64 فاختار 64، لو الجهاز بتاع حضرتك 32 فاختار 32. فهنختار مثلا 64 على حسب الجهاز، وهتعمل تشيك على اي اندرستاند، هي اكتف اللينك بتاع الداونلود. هتدوس داونلود، هقول له تمام، وهسميه باسم تاني عشان كنت نازله قبل كده. بعد ما اخلص تحميل وشباب كل اللي هعمله هدوس. اجراءات التنزيل بتاعته سهله جدا، بس يعني في حاجه بس هنغيرها في التشيك بتاع الانستول. هدوس نيكست، بعد كده اي اجري، بعد كده هتختار يا شباب اد سويبل تو ذا سيستم باث فور اول يوزر، لو الجهاز ده بتاعك انت بس. لو الجهاز ده بيستخدمه اكتر من حد فخليه فور كرنت يوزر اللي هو اليوزر بتاعك. لو انت بس اللي بتستخدمه في اي يوزر على الجهاز فده يعتبر بتاعك، فخليه على كل اليوزر لو الجهاز ده بتاعك انت بس. وهتقدر تعمل كريت سواب للديسكتوب ايكون بحيث تبقى سهله في السيرش لو انت عايز تفتح البرنامج، وهدوس نيكست وهتكمل باقي اجراءات الانستول ما فيهاش اي حاجه. هتدوس نيكست نيكست وبعد كده فينش. انا بس عشان عامل له انستول قبل كده، فانا دلوقتي اعتبر الانستول عندي على الجهاز. كل اللي هعمله بعد كده هدوس على ستارت، هدوس على هعمل سيرش على SWI، هلاقي بالمنظر ده الاب بتاعة البرولوج، هفتحها كده. البرولوج بتاعي الحمد لله شغال. دلوقتي يا شباب تعال نعرف اكتر عن البرولوج، وتعال نعمل مثال حي. يعني ايه مثال حي؟ تعال دلوقتي نكريت فاكت. اول حاجة عايز ان انا اشرحها مع حضراتكم، نعمل سلايد جديدة كده ونعمل بريزنت، نعمل بوينتر. البرولوج يا شباب بيتكون من حاجتين، حاجة اسمها فاكتس حقيقة، وحاجة اسمها رولز. بعد كده الرولز دي بتقسم لحاجتين تاني كمان. الرول بتقسم معايا لحاجة اسمها هيد، وحاجة اسمها تانية اسمها بودي. وهنا نكتب برولوج. طب ايه الكلام اللي انا كاتبه ده؟ تعال نشوف مع بعض دلوقتي ونفهم الداتا بتاعت البرولوج. الفاكت يا شباب زي مثلا انا اقدر اقول في البرولوج مودا، لايكس، ابل. يعني منى بتحب الابل. ازاي اكتبها في البرولوج؟ هكتبها بالمنظر ده. هكتب الفعل الاول اللي هو لايكس، هكتبه سمول يعني صوره شباب دي ال سمول، هكتب لايكس. وبعد كده هكتب منى،
وهعمل كوما ابل. ده معناه ايه لو انا تيجي ترجمتها؟ معناها ان منى لايكس ابل. والمثال ده بالمثل انا تقدر تقيس بيه امثله تانية موجوده في البلوك. ده بالنسبه للفكت. الرول معناها ايه؟ معناها مثلا انا زي تعتبر كونديشن، يعني مثلا جريتنج واحط بين قوسين مثلا اسم شخص، مثلا احط مثلا احمد بين سترينج، اقول له والله لو في جريتنج احمد، يعني انت لو عملت استدعى للجريتنج الرول دي هرد عليك برايت هلو احمد، رايت هلو احمد. ده مثال بسيط في الفيديوهات الجايه باذن الله يعني هتعمق اكتر، ولازم لازم انا الجمله بتاعتي فول ستوب. اللي عايزين نفهمه دلوقتي ان برولوج بتكون من حاجتين، حاجه اسمها فاكت وحاجه اسمها رولز، والرولز بتكون من حاجتين، حاجه اسمها الهيد اللي هي جريتنج، حاجه اسمها البادي بتاع الرول ده اللي هو ايا كان جوه البادي ده، مش لازم يبقى رايت، يعني ممكن يبقى يعني بعمل ماسماتيك اوبريشن مفيش اي مشكله خالص. فده كان بس حاجه مثال توضيحي، علشان دلوقتي تعالى ناخد مثال حي على البرولوج، وباذن الله في الفيديوهات الجايه ناخد نتعمق اكتر لو اتاحت لنا فرصه يعني. فدلوقتي هنلاقي المثال بتاعنا اللي هو لايكس منى قبل. طب هتقولي ده فايدته ايه؟ دلوقتي انا كريت علشان تعمل سيف يا شباب للبرولوج، سميه مثلا اوكي لازم يبقى الفايل اكستنشن بتاع دوت بي ال. اول حاجه تعالى نسميه فيرست فيديو مثلا، وبعد كده هسميه دوت بي ال، وخليه مثلا عندي على الديسكتوب. لازم يا شباب تتاكد ان انت عندك على الديسكتوب مأكتف الفايل اكستنشن، يعني هتدوس هنا على فيو بعد كده شو، وهتعمل تشيك على فايل نيم اكستنشن بحيث تتأكد ان فعلا الاكستنشن بتاع الفايل دوت بي ال، بحيث ان انت تقدر ترنه على البرولوج. طيب نرجع الفايل بتاعنا، الفايل بتاعنا كتبنا فيه لايكس هنا قبل، حلو خالص. دلوقتي انا عايز ارن الكلام ده على البرولوج، هفتح البرولوج بتاعي هدوس على فايل بعد كده كونسلت، بعد كده اختار اسم الفايل بتاعي اللي هو فيرست فيديو دوت بي ال. شايفين يا شباب ادانا مسج خضراء كومبايلد، يعني الحمد لله تمام. وان كلوز، وان كلوز معناه ان في سطر في الفايل ده، اوكي ده صحيح. استخدام برولوج يا شباب بيبقى بحاجتين، بسؤال هل هيرد عليك بترو او فولس، او سؤال بما او من، بتسأل عن الفاكت الموجوده. يعني ايه بس على الفاكت الموجوده؟ يعني مثلا اقول له لايكس منى واعمل اكس، معناه ان منى بتحب ايه من الداتا، هو بيجيب من الداتا اللي موجوده، المفروض يقول لي ان الاكس دي بتساوي ابل، فلو دوست انتر هيقول لي الاكس بتساوي ابل، حلو خالص. نفس الحكايه لو قلت لايكس وعملت واي اند منى وابل، اتاكد دايما يا شباب ان احنا بنكتب اول حرف سمول، يعني دي المفروض تبقى لايكس تمام، ودوس انتر فقال لي الواي بتساوي منى، حلو خالص. فده السؤال اللي هو بما او من، اقدر برضو اساله بترو، يعني اقول له لايكس هل منى تحب الابل، اكتبها هي هي، لو فعلا موجوده في الداتا بيز بتاعتي هيطلع ترو، لو مش موجوده هيطلع فولس فطلع ترو. طب لو انا مثلا كتبت حاجه غير الابل، مثلا كتبت مثلا بنان، فطلع فولس. ده كانت انتدكشن بسيطة عن برولوج، ازاي تعمل انستليشن، ازاي عرفت ان البرولوج بتكون من حاجتين رول وفاكت، الرول بتكون من حاجتين بودي وهيد، وطبقنا مثال عملي بسيط. ادعوا لنا باذن الله احنا نكمل لو مهتمين بالسيريس دي، ولا تنسوا مصالح الطلاب بتاعكم، بستفاد جدا جدا من تعليقاتكم والفيدباك بتاعكم، وما تنساوش الدعاء ان احنا ماشيين بفضل الدعاء بتاع حضراتكم
وادعو ربنا يسهلها باذن الله، ننزل فيديوهات اكتر على الشانل. بالتوفيق لكم جميعا، بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.